بسم الله الرحمن الرحيم. إبداع بين الزيت والماء. أغلب الأعمال الإبداعية يكون وراءها أفكار بسيطة للغاية. خلينا نأخذ فكرة أن الزيت لا يختلط بالماء. هذه الفكرة البسيطة أن الزيت لا يختلط بالماء فكرة معروفة لدى الكل، لكن لها تطبيقات رائعة في الصناعة وفي الطبيعة. حنبدأ مع الطبيعة. هذه الخنفساء تعرف بخنفساء استينوكارا، تسكن في واحدة من أكثر المناطق جذباً في العالم، نابيبيا، لكنها تحصل على الماء. كيف؟ بفكرة أن الزيت لا يختلط بالماء. كيف؟ في الصباح الباكر في هذه الصحراء الهواء يكون رطباً، وهذه الخنفساء ترفع ظهرها، وظهر هذه الخنفساء مغطاة بمادة شمعية. في هذه المادة الشمعية هناك نتوءات، فوق هذه النتوءات في مناطق صغيرة للغاية محبة للماء، ولأن الهواء فيه رطوبة فبعض قطرات الماء تلتصق بهذه النتوءات الصغيرة المحبة للماء. طبعا قطرات الماء تصبح أكبر بكثير من هذه النتوءات، فتتزحلق قطرات الماء على ظهر هذه الخنفساء المغطاة بالمادة الشمعية، ولأن الماء لا يختلط بالزيت فتتزحلق قطرات الماء فتصل إلى فم هذه الخنفساء وتطفئ ظمأها. هذا الإبداع هو إبداع بين الزيت والماء. الحقيقة هذه الفكرة البسيطة كل الكائنات الحية قائمة عليها. لنأخذ مثال آخر، البروتينات. كل الأنشطة الفيزيائية والبيولوجية التي نقوم بها هي تقوم بهذه البروتينات. كيف تقوم بهذه البروتينات؟ بسببين، هناك التركيبة الكيميائية والشكل الثلاثي الفيزيائي لهذه البروتينات. التركيبة الكيميائية لهذه البروتينات، هذه البروتينات تتكون من أحماض أمينية. نحن نقسم الأحماض الأمينية عادة إلى أحماض محبة للماء وكارهة للماء. هذه والسبب الثاني هو الشكل الثلاثي لهذه البروتينات. الشكل الثلاثي ذات أهمية بالغة في القيام بوظائفها. لكن كيف تحافظ هذه البروتينات على أشكالها الثلاثية؟ بفكرة أن الزيت لا يختلط بالماء، لأن هذه الأحماض الأمينية مقسمة إلى قسمين، قسم محب للماء وقسم كاره للماء. فعندما نأخذ البروتين ونضعه في محلول مائي، فالأجزاء المحبة للماء تروح يعني تتفاعل مع الماء وتعرض نفسها للماء، بينما تلك التي تكره الماء تبتعد وتنغلق على نفسها فتكون الشكل الثلاثي للبروتينات. فتحافظ البروتينات على شكلها الثلاثي بسبب أن الزيت لا وأن الزيت والماء لا يختلطان. هذه الفكرة كل الكائنات الحية قائمة عليها أيضا، وهذه البروتينات التي تقوم بكل هذه الأعمال المعقدة قائمة على فكرة بسيطة، وهي أن الزيت لا يختلط بالماء. إبداع بين الزيت والماء. بهذه الفكرة البسيطة قام البروفيسور وايتسايد من جامعة هارفارد عام 2007 بإبداع قل نظيره، حيث قام بإعداد مختبرات بسيطة على ورق. الفكرة جدا بسيطة، ورق فلتر، أوراق أقلام شمعية. نحن نعلم أنه عندما نضع الماء على ورقة فإن الماء ينفذ بكل الاتجاهات. طبعا في التفاعلات الكيمياء احنا نريد ان نوجه الماء باتجاه معين. كيف نوجهه؟ قال بوضع حواجز زيتية على الورق، وبالتالي سيتجه المحلول المائي باتجاه معين، وبالتالي سأتحكم في حركة المركبات، وبالتالي استطيع ان اقوم بعمليات التفاعل الكيميائي كما نشاهد في هذه الورقة. هذه ورقة حواجزها او اللون الاسود هو عبارة عن مادة شمعية، أقلام شمعية. وضعها ثم أخذ الورقة وسخنها. لما سخن الورقة أصبحت هناك هذه المادة الشمعية نفذت داخل الورقة مكون حواجز شمعية. وبالتالي عندما تضع محلول مائي فإن الماء يتجه باتجاه معين مبتعدا عن الجوانب الشمعية، لأن الماء لا يختلط مع الزيت. بهذه الفكرة نحن أيضا قمنا بإعداد هذه المختبرات في جامعة السلطان قابوس بمختبر على ورق، وهذا الفيلم الصغير يوضح لكم الفكرة.
هذا محلول مائي كما تشاهد هنا، لأنه الأجزاء شمعية فالماء يتجه باتجاه معين. طيب، وبالتالي نتحكم في اتجاه سيلان المحلول، وبهذه الطريقة نستطيع أن نتحكم بالتفاعلات الكيميائية. طبعا عشان نقوم بتطبيق مفيد للإنسان، فكرة قمنا عليها أنه نحن في المستقبل القريب نحتاج إلى منتجات تحليلية نستطيع أن نحاول أن نضمن جودة المنتج الغذائي الذي نشتريه. من هذا الباب قمنا بتطوير بعض التطبيقات في هذا المجال، واليوم سأعرض لكم أحد التطبيقات وهو العسل الطبيعي. الكثير منا يرغب في شراء عسل طبيعي، لكن كيف نعرف أن هذا العسل الذي نشتريه هذا عسل طبيعي؟ طيب، هذه عادة نحن نعتمد على الثقة بالبائع، فإذا البائع قال لي هذا عسل طبيعي أنا أقوم بشرائه. قمنا بتطوير مختبر على ورق بنفس فكرة أنه الزيت والماء لا يختلطان. الفكرة، المختبر مكون من 3 أوراق، الورقة الأولى المادة الشمعية الصفراء اللون، والأبيض النقطة البيضة هذه، هذا المكان اللي نضع فيه محلول العسل. ثم هناك ورقة حمراء، اللون الأحمر يمثل المادة الشمعية، واللون الأبيض يمثل المادة التي يعني تتفاعل مع الماء. وأخيرا الورقة البرتقالية أيضا مادة شمعية، وهناك فتحات كما تشاهد هي للمحلول المائي. كل اللي عليك تسوي هذه الأوراق الثلاثة مع بعض كما هي موضحة في الصورة هناك، أنت تضع المحلول محلول العسل على الورقة الصفراء فينفذ إلى الورقة الحمراء، ومنها ينفذ إلى الورقة البرتقالية. طبعا نحن في الورقة البرتقالية عالجناها معالجة كيميائية بحيث تتفاعل بشكل انتقائي مع أنواع السكر الموجودة في العسل، وبالتالي كل نقطة حتتفاعل مع نوع معين من السكريات. كما تشاهد هناك حتعطيك في هذا اللون أخضر مزرق بعد 3 دقائق تقريبا من وضعك لمحلول العسل. بعد ما تضع حيعطيك نتائج مثل ما تشوفها هنا، فهناك 4 أنواع من السكريات نستطيع أن نحددها خلال 3 دقائق، سكر الجلوكوز والفركتوز والمالتوز والسكروز. باستخدام تطبيق هاتف نقال تصور هذه الورقة، فهو يحسب لك تركيز الفركتوز على تركيز الجلوكوز، فإذا كان التركيز أعلى من 1 فالعسل مالك ممتاز طبيعي. طيب، هذه هي الفكرة التي قمنا بها. طبعا في المستقبل إن شاء الله نحن نرغب في تطوير أكبر عدد من المنتجات باستخدام تقنية مختبر على ورق أو الزيت لا يختلط بالماء. ختاما، بين الزيت والماء إبداع، فكل إبداع خلفه فكرة بسيطة. كم فكرة مبدعة في ذهنك؟ أطلق لنفسك العنان حتى تكون مبدعا. شكرا جزيلا لكم. Thank you.